هو اليوم مهما كانت ظروف الحياة والتطور وشوفوا أوروبا والشرق وآسيا وتناقح الحضارات، الأمور دخلت بعضها ما عادش نجموا نسيطروا على الوضع. الله إنه شبابنا والأجيال، العرب بصفة عامة الكل كير، معناتها ما نجمش نقول تونس كهو، العرب بصفة عامة ما عادش عندهم الأصل اللي يغيروا عليه. كلهم مالوا للغرب، كلهم ولاو يتبعوا كما القطيع، سياسة القطيع، ما تنعيشوا في سياسة القطيع. الناس كل تبع كل هواش كيما كل العلالش السويد يتبعوا في شكون يشوفوا فيه، معناتها نجح شكون شنيا او السمارة او مغادي او مغادي، يشوفوا فيهم انه هما لي شامبيون دو موند، ولا يشوفوا فيهم هما لي ستار دو موند، وقت اللي هما معناتها تافهين ما عندهم حتى شيء، معناتها الا انهم في ثنية خايبة والناس تبع فيهم. معناتها كي نشوفوا احنا واحد معناتها عامل تطواج وعامل بلوطه، احنا رانا ما تربيناش في الجو ذاك، معناها ما نتصورش اني نهار معناتها بابا الله يرحمه ولا حاجه معناتها عامل تطواج ولا عامل بلوطه، ولا ما تركبش في عائلتنا، ما تركبش، ما تنجمش تركب في الاصول بتاعنا. يعني انت تصور معناتها واحد معناتها يتربى ابوه عنده تطواج ناقب وابنه وعامل بلوطه، معناتها مش نتاع سمات المسلمين ولا العرب الصحاح الصناديد. تو اللي نشوفه معنا الناس الكل معناتها صغار كبار كلهم معناتها بالتطواج بالبلاغط، يصبغ شعره في كل الابيض الاصفر وكل شيء. معناها لاحظوا انه تنحات قيمه الراجل العربي، نحات ولد ضعفت برشا، وحاربونا بكل الأسلحة باش يدمروا الرجولة متاعنا والعرب، سواء انه في القانون العائلة معناتها يضربوا في الرجل، سواء في الإعلام، سواء في اللي تحب انتي، ولو يدخلوا في البلاتوات لي بي دي الدياثة، ويدخلوا لي بيوت باش يحاربوا الأصول متاعنا والغيرة والشرف متاعنا، باش يحاربوهم بشتى أنواع الطرق. يعني تجي فينا في كل الهجمات من كل بلاصه، من الاعلام، من السوسيو، من الفيسبوك، من التيك توك، من الانستغرام، ومن الشيء هذا في كل حومه تولي تو تحل في, في في تونس، في كل مدينه، في كل حومه تلقى واحد حال اللي عمل في التاتواج، تلقى معناتها شيء ولا على عينينا متوفر، معناتها ما عادش نجموا نوقفوه الطيار هذاك. خاطر علاش ما عادش عندنا شكون يربي؟ بما انه توا كي تشوف تلقى نسب الطلاق طلعت برشا، تجي تلقى توا معناتها الاكثريه هاربين من تونس على النفقه، شادين الحبس على النفقه، ولد الراجل ما عادش يربي، والام حشاكم معناتها الاكثريه داخله في حكايه الزنا والخيانات وكل شيء، معناتها الا ما رحم ربك مش تبقى امراه تنجم تربي وعلى الدين الاسلام. يعني قاعدين نخرجوا معناتها هذه حقيقة مرة، قاعدين نخرجوا في أجيال ماهيش مسلمة. قاعدين نخرجوا في أجيال ماهيش مسلمة، ما عندهمش في الإسلام حتى شيء. لو كنت تسأل طفل صغير تقول له تعرفش تتوضأ تصلي، ما يعرفش لا يتوضأ لا يصلي. هذه نحية من مخه. يحل عينيه على أمه وتتكيف وتزطل وحاشاكم وتمارس في هواياتها في القفز بالزانة وكحكايتكم. دونك معناها ما نعرفش شنو الحل، شنو نجمو نعملوه. هي قاعدة تهرب الحكاية بينا لبعيد، على نشوفوا في تو الفلوس وكل عند شكون؟ عند الانستغرامرز اللي هي تعرف زرعها وتعرف زعقتها، عند اللي رابور اللي هو معناتها فهمت ولا البلالت والتطواج فهمت ولا تطواج حتى في ترمته، عند اللي يبيع الكوكايين، عند اللي يبيع، عند اللي يشرب، عند ويعطي صورة خايبة للمسلم اللي هو فقير، اللي هو متشدد، اللي هو تشنيع وكو. نعيشوا في آخر الزمان، وربي يهدينا وربي ينصر الدين بتاعنا، خاطر بالحق قاعدين نخرج من الدين بتاعنا. مالوريزمون شوفوا في الأوروب تو هما اللي غايرين على القضية بتاع فلسطين، والعرب يشتحوا مهرجانات وعمروا ذياب وإلي كفوري. أين نحن؟ أين نحن؟ وين احنا؟ وين احنا؟ وين؟ الوقت اللي نعيشوا فيه صعيب برشا، صعيب برشا للاسف. ولينا نشوفوا في برشا برشا حاجات اللي هي خارجه على النطاق نتاعنا وخارجه على الاصول نتاعنا والحاجات
اللي تميز المسلم. يعني نشوفه حاجة عادية إنه راجل ما عنده بالشعر رسوة خمرة ماشي تعمل في شعرها عند راجل عادي، مع فماش غيرة فماش حد شيء. مرته حبلة بشي يهز الطبيب يشوفك البيبي، فاضي يهز المرأة يهز الراجل يبدأ حشك يبعبص فيها ويكشف عليها وكل شيء وعادي. ما نعرفش يشوفها لابسة القصير وفي الانستغرام طيشة وفي التيك توك طيشة وراقد يشخر وهي في الدولة حالة وعنا نصبة وعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بالرسمي مع الوقت اللي نعيش فيه، وقت الدياثة، وقت قوم لوط، وقت الفجرات والعائرات، وقت تخلطت كما يقولوا الجزائرية تخلطت، ما عادش فما قيم مسكين بها إلا ما رحم ربك. إن شاء الله احنا نشوفوا سيد الرئيس قيس سعيد قد يعمل في حاجة باهية، مي وسط الفوضى هذه كله الخمج والمسخ هذا كله مش باش ينجم يعمل بالحق، مش باش ينجم يعمل. معناها الفساد، تجار المخدرات، الرشوة، القاضي ما عادش يحكم بالعدل، ولا معناتها فما كان الظلم، عباد مظلومة مطيشة في الحبوسات، عباد متغرب على بلادها مظلومة، هاربين من عباد تلوش في حقها ما لقاش حق. وقت صعيب معناتها، وقت صعيب ونستناه، وكان باش يجي حاجة من عند ربي معناتها انها هي باش تجي، خاطر إذا قوم كثر فيه الفساد معناتها استنى حاجة من عند ربي باش تجي، قوم فماش حاجة وربي يدينا على بعضنا.